إن لديها قريبة أنجبت عدة مرات متتالية، وقرر الطبيب عليها عدم الحمل لمدة سنتين بسبب أمراض في الجسم، ولكنها حملت وهي الآن في أسابيع، فهل يجوز لها إنزال النطفة؟ لازم تكتب سؤالها وترسله للإفتاء وترفق معه تقرير الأطباء عن حالتها، ينظر فيه ويجيها الجواب إن شاء الله على عنوانها. نعم.